الجدل بشأن الكمامات في فرنسا ترك أثره حتى على الشوكولاتة، فعيد الفصح يأتي هذا العام في خضم وباء كورونا. تمنع التجمعات للصلاة أو الاحتفال، لكن أرانب العيد المصنوعة من الشوكولاتة تحمل بسمة رغم الظروف الصعبة. أمام الحزن الذي يسببه الفيروس، أردنا زرع البسمة عبر وضع كمامات لأرانب الشوكولاتة، وهي تحية لمن يضطرون لوضع كمامة والعمل رغم الحجر. الكمامات باتت حديث الشارع الفرنسي الذي حيرته تصريحات المسؤولين الفرنسيين الذين أكدوا في بداية الأزمة عدم الحاجة إلى استخدامها عند الخروج إلى الشارع. الكمامة ثمينة ونادرة، والمطلوب من الجميع التمتع بالوعي وبحس المسؤولية، فاستخدام الكمامات ليس موصى به ولا حتى هو مفيد. لكن المسؤولين عادوا ونصحوا بوضع الكمامات في الشارع. العدوى تنتشر عبر الرذاذ الذي يتطاير من الفم على مسافة أقل من متر، لذلك نصب باستخدام الكمامات إذا كان ذلك ممكناً. عدة مواقع طبية حكومية فرنسية نشرت دليلاً يشرح كيفية صنع كمامات قماشية ويطلب جلبها إلى المستشفيات للمساعدة في دعم مخزونها القليل. الاستجابة لهذا النداء فاقت التوقعات وانتشرت في كل مناطق فرنسا، كهذه العائلة التي صنعت كمامات من قماش متوفر لديها وقدمتها للمستشفيات والأفراد. الكمامات القماشية كهذه باتت منتشرة أكثر فأكثر في الشارع الفرنسي. مدى نجاعتها يبقى محل جدل، لكن ندرة الكمامات الطبية دفعت بالفرنسيين إلى استخدامها كبديل يسهل غسله لتعقيمه، ويكثر الحديث عن إمكانية فرض ارتدائها بعد انتهاء فترة العزل المنزلي. عز غريب، سكاي نيوز عربية، باريس.